هذا فعلا هاوي. كل الشكر والتقدير للجنة التنمية بالشقيق على هذا المهرجان الرياضي الفريد من نوعه في المنطقة. نشكر الفرق المشاركة سواء الأندية المشاركة سواء من منطقة جازان أو من خارج منطقة جازان. نشكر الهواه الذين تعبونا بحضورهم وأيضا تميزهم في السباق. نشكر كل من دعم وكل من شارك سواء لاعبين أو صحفيين أو إعلاميين أو لجان داعمة. الآن نبدأ بالتتويج بالنسبة لسباق المحترفين الثالث جاب محمد خان خلي ثلاثة وهو بطل هذه اللقاء سعيد بداد رقم 22 يعطيك العافية يا أستاذ سعيد شرفتنا بوجودك معنا. شايع رقم واحد
وبطل للمجموعة هذه محمد حمادي رقم 6. الله ينور. الشكر للجنة التنمية حق الشقيق. شكرا لجنة التنمية.